الحمد لله. أما بعد، النجاسات على نوعين، عينية وحكمية. النجاسة العينية هي التي بقي جرمها أو التي يدرك لها لون أو طعم أو ريح كنقطة دم على ثوب، وتزال بصب الماء الطاهر المطهر عليها إلى أن يذهب جرمها وأوصافها. أما النجاسة الحكمية وهي النجاسة التي ليس لها لون ولا طعم ولا ريح، كبول أصاب ثوبا ثم جف فذهب جرمه وانقطع ريحه ولونه وطعمه، فإنه يطهر بإجراء الماء الطاهر المطهر عليه. ثم إذا كانت النجاسة كلبية أو خنزيرية، كأن أصاب ريق كلب أو خنزير يد إنسان أو ثوبه أو وعاءه، فإنه يطهر بغسله 7 مرات بالماء الطاهر المطهر، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور. والله تعالى أعلم وأحكم.